يا شباب الكلام هذا اللي بقوله essas coisas que eu vou falar para todos vocês agora كلنا جميعا وانا اولكم para todos nós e sou o primeiro para escutar isso لازم شيء واحد نحطه في بالنا tem que a gente tem que colocar na cabeça الفترة الجاية كلها تركيز o próximo período vai ter فنيا يا شباب ما حد يقدر عليكم زي ما انتم شفتوا الحمد لله pode ganhar da gente aqui الفترة الجاية كلها تركيز يا شباب o próximo período tem que ser cheio خطوات بسيطة ما باقي لنا ولا شيء أهم حتى القمة يا شباب são muito importantes para حنغلط احنا فريق يا شباب نشيل بعض A gente tem que ajudar. اللي يغلط اليوم بكره ده يشيله، يغلط اليوم كله ده يشيله. نقاتل يا شباب لين النهايه. باقي شويه يا شباب خلوكم ايجابيين يا شباب. نبقى نفرح نفوز على الفريق الخصم ونفوز على الناس اللي ضدنا ونفوز على التحكيم ونفوز على كل شيء ارض الملعب. كورة يا شباب طول ما احنا مركزين حنجيبها يا شباب. زي كده يا شباب بالمرجل نجيبها يا شباب. يلا عيال ادوها بنايب تسابة الربع. Oh,